باقي اللاعبين. السي فتحي شنو كتقول على المقابله ديال اليوم وانتصار اللي جاب الهدف الشاب رزقي؟ واش بغيتي تستثمر شنو انت كنتي داخل الملعب وملي جيتي خرجتي في الدوزاميت واش كتقول القراءه ديالك حول هذه المقابله هذه؟ بكل صراحه يعني المقابله لعبنا اليوم خاصنا ضروري نطرو ثلاث نقاط. الحمد لله مجهودات ديال اللاعبين عرفنا كيفاش نخرج نديروا المقابله سيرتو في الميدان ديالنا في ثلاث نقاط. يعني كانت هذه المقابله هذه بالنسبه لنا مهمه خصنا ضروري ثلاث نقاط فيها. الحمد لله بالروح القتاليه ديال اللاعبين مازال المشوار ديالنا ما سالاش، كنلعبوا مقابله بمقابله. هذه المقابله هذه غادي نتساوى نفكروا في المقابله الجايه ان شاء الله، ونتمنوا ان شاء الله تزيد تأزرنا الجماهير ديال شباب المحمديه ان شاء الله باش نحقوا المبتغى ديالنا ان شاء الله هذه السنه. شكرا.